بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو الجديد. من تعلمنا البرمجة من أول يوم عرفنا أنه عندنا int main، int your main، قلنا عبارة عن function، وراح نعرف مفهوم ال function بالمستقبل شنو معناه. أوكي، int your main. بعد ما ال int your main نشوف إحنا عندنا البرنامج ينفذ السطر الأول، السطر الثاني، الثالث، ينفذ كل الأسطر إلى أن يصل إلى return 0. هذه كانت الحالة الأولى لتنفيذ البرنامج، ينفذ البرنامج بالتسلسل. اليوم راح نتعرف على حالة جديدة واللي هي الشرط. أوكي، شنو الشرط؟ أول شيء راح ناخذ عبارة الشرط، راح يكون اسمها if. هيكليتها تكون كالتالي: if نفتح قوس امسد قوس هكذا، وراها نفتح قوس امسد قوس هكذا، وهنا نكتب مجموعة جمل. شنو الفكرة؟ الفكرة هنا عندي اني شرط اخليه معين، اذا تحقق هذا الشرط انفذ هذه الجمل اللي بين القوسين، اذا ما تحقق هذا الشرط اكمل باقي البرنامج. وانا بكل احوال راح اكمل باقي البرنامج. خلينا نشوف الفكرة بصورة بسيطة. نقول عندنا integer x تساوي 5، جيد. مثلا cout position 1، جيد. if راح اجي اكتبها x اكبر من 6، راح اكتب، خلينا نجي نرتب هذه، cout position 2، خلينا نخلي end line، هنا ايضا نضيف end line، وبعدها هنا راح نقول cout position 3 end line. راح اجي انفذ هذا البرنامج البسيط. طبع لي position 1 position 3، ما طبع لي ال position، عفوا هنا 2. خلينا نعيد ننفذ من جديد. نعم، طبع لي position 1 و position 3. شنو اللي صار؟ عرف متغير اسمه x وطاق قيمته 5، اجي طبع لي، احنا قلنا البرنامج يمشي بالسر، المفروض يطبع لي position 1 وراها يطبع position 2 وراها position 3. اجي طبع لي position 1 وراها اجى شاف اكو شرط. هنا الشرط اذا x اكبر من 6 نفذ الكود اللي بين بداية القوس نهاية القوس، اذا مو اكبر من 6 لا عوفه، استمر كمل لي باقي الكود. اوكي، هسه x ايش قد؟ 5. 5 هل هي اكبر من 6؟ ما تحقق الشرط، يعني الا يتحقق الشرط اللي هنا يلا اقدر انفذ الكود اللي بالداخل. لاحظ لو سويت اكس مثلا 8، حد يسأل هل 8 اكبر من 6؟ تحقق الشرط، اذا راح انفذ. ركزوا على الاوتبوت الان، position 1 position 2 position 3، يعني عندي شرط اذا تحقق مر لي بهذا الكود، اذا ما تحقق لا اعتبر هذا جزء من البرنامج ماكو وكمل باقي البرنامج. اوكي، خلنا نذكر ملاحظة على الاف. الاف كتبناها بهذا الشكل: اف نفتح قوس الشرط نسد القوس، وراها نفتح هذا الكيرلي براكتس او القوس المائل، ونكتب هنا مجموعة عبارات. هذه العبارات تتنفذ بحالة تحقق الشرط. بس عندنا ملاحظة، لما نكون هنا الاف الشرط، العبارات اللي تتنفذ اذا تحقق الشرط هي عبارة واحدة، نقدر نختصر ونشيل الأقواس. لاحظ إذا x أكبر من 6 اطبع لي هذا، خل التوضيح نعزلها وحدها الآن. إذا x أكبر من 6 اطبع لي، من عندي عبارة واحدة فقط أقدر أسويها بهذا الشكل. أجل التنفيذ الآن، x هي 8 أكبر من 6،
نفذ. اوكي رجعها 5، ارجع نفذ. بوزيشن 1 بوزيشن 3 ما طبع عليه، هنا لما تحقق الشرط فطفر هذه العبارة. اوكي فمن عندنا جملة واحدة مباشرة راح ينفذها، ما يحتاج نخلي اقواس، لكن من عندنا اكثر من جملة لازم نخلي الاقواس، واذا خلينا الاقواس بجملة واحدة هم ايضا ماكو اشكال، يعني من نفذنا هذه العملية بالبداية كانت عملية صحيحة. اوكي هذه مقدمة عن الاف ستيتمنت او عبارة الاف والشرط، اللي هي الطريقة الثانية اللي راح يكون البرنامج مو شرط يمشي بالسرعة. لاحظتوا هنا نفذ اول خطوة، تجاوز ثاني خطوة، نفذ ثالث خطوة، صار بأدنى قفز بالبرنامج. الفيديوهات التالية ان شاء الله راح تكون توضيح اكثر لهذه العملية، تابعونا.